ثلاث اربع مصابين راحوا مستشفى مصريين، لقيت اصابات طنيه، اصابات روح كده يعني، كده في حالات خطره وفي لها اصابه صحيه، في لها اصابات صحيه. طيب كان سبب الاصابه ايه؟ شنو نتيجه الانفجار اللي حصل؟ كامله هيتاكل انا مش شايف حاجه ثانيه. لا 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 خش قدام، خش قدام، لا 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 ولا حد يحكي عنك.